أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في برنامجكم برنامج الاختيار. طبعا زي ما عودناكم إن كل حلقة جديدة بيكون معانا حكاية جديدة. طبعا كنا اتكلمنا الحلقة الماضية عن العلاج بالقرآن الكريم وأخصائي الطب البديل الأستاذ عبد الله العطار. طبعا في ناس قالت قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ونعم بالله. النهاردة طبعا تناقشت مع الأستاذ عبد الله العطار وقلت له طيب احنا عايزين نثبت للسادة المشاهدين ده على أرض الواقع، يبقى أفعال لا أقوال. طبعا مشكورا جاب لنا حالة عالجها، وده اللي هنعرفه من الأستاذ عبد الله العطار هو الأستاذ محمد القلاوي. خلينا نبدأ الأول بالأستاذ عبد الله العطار أخصائي الطب البديل والمعالج بالقرآن الكريم. اهلا وسهلا استاذ عبد الله. اهلا بحضرتك استاذ احمد وهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. وطبعا معانا الاستاذ محمد القلاوي. اهلا وسهلا بيك استاذ محمد. اهلا وسهلا بحضرتك، نورتنا ببرنامج الاختيار. استاذ عبد الله، احنا النهارده بنتكلم عشوائي، تمام كده؟ يعني لا مجهزين لحلقه ولا اي حاجه. طيب حضرتك اتكلمنا طبعا في عده مواضيع قبل الهوا والايام الماضيه، ودي مش اول حلقه لحضرتك معانا. كنا بنتكلم في ان ازاي الناس بتشكك في المواضيع دي، فحضرتك مشكورا قلت انا عندي حاله عالجتها وهو الاستاذ محمد القلاوي. هجيبه لك يا استاذ احمد عشان نثبت للناس ان احنا بنتكلم بجد مش مجرد كلام. اتفضل استاذ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. الأول أحب أشكر الأستاذ أحمد وأسرة البرنامج الاختيار، البرنامج إن شاء الله برامج ناجحة جدا إن شاء الله، نتمنى له كل توفيق. طبعا كنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن المس والسحر واللبس وعلاقته وأضرار اللي بتوع على الإنسان، وطبعا كنا بنتكلم برضو عن كطب بديل، كنا بنتكلم على علاج الفقرات أو الغضروف أو ألام الظهر بدون جراحة. وطبعا كنت وعدت أسرة البرنامج إن هيبقى في معانا حد يعني كان تواصل معايا علشان يحكي التجربه بتاعته اللي حسنت معاه، البشمهندس محمد. طبعا اهلا استاذ محمد، موجود معانا عشان هو يتكلم عن نفسه، يعني هو يتكلم على الحاله اللي هو كان جاي بيها بالظبط والحاله اللي هو وصل لها، يعني وصل لحد فين بالظبط. تمام. استاذ محمد، بعيدا بقى عن الاستاذ عبد الله خالص، عايزينك تحكي لنا تجربتك مع الاستاذ عبد الله. هل فعلا الكلام ده، وطبعا القران هو دستور الحياه لا تعليق عليه، ايه القصة؟ يعني عايزينك تحكي لنا تجربتك من البداية مع الأستاذ عبد الله. تمام. بص حضرتك، هو الموضوع أنا مهندس اتصالات، مهندس استشاري. تمام. فدايما الحاجة عندي بتبقى مور براكتيكال ومور ثيوريتيكال، يعني الموضوع عشان يدرس أو تبقى الحاجة عندي فيري افكتيف لازم أفهم هي الحاجة دي بتعمل إيه بالظبط. تمام. اللي حصل معايا إن أنا كنت نازل عندي اجتماع عادي خالص، حسيت بألم فظيع في رجلي الشمال وفي ظهري. الألم ده تطور لمرحلة معينة عجزتني تماما، لقيت نفسي نايم، وحتى النوم مش قادر أنام بطريقة طبيعية، مش قادر أقعد، مش قادر أكل مع أهلي، حتى النومة نفسها لازم أنام بطريقة معينة عشان ألام غير طبيعية في ظهري وفي رجلي، مسمعة في رجلي جامد قوي. طبعا بعد كده انا الى حد ما بخاف من قصه العمليات الجراحيه، او بخاف من قصه ان انا الجا لطرق طبيه فيها تدخل جراحي، يعني بخاف من الحته دي شويه، مع ان ربنا سبحانه وتعالى استاذ محمد يعني خلق لكل داء دواء. طبعا حضرتك كان اتجهت اكيد للطب الاول، ايه تشخيصهم؟ ان تشخيصهم اني انا عملت اشعه عاديه وعملت اشعه رنين. تمام. الأشعتين دول قالوا لي أنت في حالة مزرية من الآخر، يعني الحالة بتاعتي دي حالة مزرية جدا، والحالة دي ما ينفعهاش أي حاجة في الدنيا غير لازم تدخل جراحي، وتدخل جراحي سريع، يعني ما ينفعش أن تدخل جراحيا بكرة، لازم تدخل جراحيا النهاردة. خلي بال حضرتك، أنا في اللحظة دي أنا بعمل الأشعة دي وأنا عندي ألام غير طبيعية. تمام. يعني أنا نفسي عشان أروح أعمل الأشعة في ألم غير طبيعي، وما اقدرش اروح المشوار اللي اقدر اعمل بيه الاشعه، يعني ألم قاتل. تمام. انا ما كانش عندي اي مشكله في اي حاجه، whatever solution، يعني احنا هنروح whatever medical solution whatever traditional solution it's okay،
بس المهم بالنسبة لي إني أنا final termination of this problem يعني. فاللي حصل معايا إني أنا والله رحت موضوع الأشعة أكتر من أشعة ما قدرتش أوصل لحاجة، وقالوا لي أنت لازم تدخل جراحي وسريع. يبقى حضرتك اتجهت للطب أولا؟ آه تمام. وقالوا لي إن يعني 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 في نسبة كبيرة أنا يعني يعني الموضوع مش trusted قوي. تمام. قالوا لي الموضوع عندك قوي وقوي بفظاعة يعني. طبعا الموضوع ده كان بالنسبة لي لحد ما محبط. اتجهت بدأت دورت، أنا عموما بحب زي ما قلت لحضرتك بحب الحاجات اللي هي الترديشنال، مش بحب الحاجات اللي هي الميديكال يعني. تمام. اتجهت وبدأت دورت على النت وكده، تواصلت مع الأستاذ عبد الله، أنا مش أعرفه خالص على فكرة، يعني هو ساكن في المنصورية، أنا ساكن في مصر الجديدة. تعرفت عليه من خلال السوشيال ميديا. بالظبط كده. تمام يا فندم. على اليوتيوب وكده، وبدأت تواصلت معه. قلت له أنا حالتي 1 2 3، تبنى حالتي. طبعا هو طبعا في الأول هو معذرة للمقاطعة، هو إحنا معنا دلوقتي على الهوا الجماعة بيكلموني إن هنا نزلوا الفيديو بتاع حضرتك أثناء الفقرة العلاجية زي ما بيقول الأستاذ عبد الله. اتفضل يا أستاذ محمد. طبعا في الوقت ده كلمت الأستاذ عبد الله، قال لي والله إن شاء الله خير، وهو طبعا مش عارف حالتي أو مش عارف هي الحالة واصلة لفين. طبعا أنا عشان أخش لأي حاجة لازم أفهم الأستاذ عبد الله هيعمل إيه. صحيح. أنا كمهندس في الآخر خالص يلزمني الأوبريشن اللي إحنا هنعملها. حضرتك عندك مقاييس وقواعد لكل شيء. بالظبط بالظبط. فما ينفعش ان انا امشي عشوائي كده. بالظبط. هو بصراحه ما بخلش عليا في اي معلومه، يعني ما بخلش عليا في اي معلومه في حته ان الموضوع نفسه بمشي ازاي. التمارين اللي احنا محتاجين هنعمل تمارين رياضيه بجانب الشغل اللي احنا هنعمله. تمام. قلت له اتس اوكي وي كان بروسيد ايميديتلي. تمام. وبدانا الحمد لله، كان عندي حتى واحد صديقي اخذني وصلني للاستاذ عبد الله. طبعا في وقتها كنت بعرف اسوق، وكنت متشال يعني انا عشان اتحرك اي حركه حد لازم يشيلني. رجل الشمال مجرد انها لو افترضنا انها تقدر تلمس الارض، طبعا في الم غير طبيعي، بس مجرد ما تلمس الارض القدم نفسها بتميل، مش قادره ترفع الجسد، ما فيش عصب. العصب هو الفكره كلها ان الغضروف ده، الغضروف والفقره نفسها بيضغطوا على العصب بيخنقوه. ده اللي انا فهمته. شعور متعب بصراحه، شعور قاتل يعني. انا عمري ما حسيت زي، انا عموما رياضي يعني بلعب رياضه وكده، فان فكره انها تجي لي حاجه زي كده طبعا كان حاجه بالنسبه لي جديده. تمام. تمام. الحمد لله رب العالمين. من اول جلسه الحمد لله اللي انا فهمته ان الفقره نفسها برضو الطريقه اللي بتتعمل بيها الفقره نفسها بتتزحزح انها ترجع لوضعها الطبيعي. يعني يعني هم عندهم تكنيك معين ان الغضروف اللي هو نشف وهو يعني سوري يعني طفح على العصب. هو انا اخدت كمان برضو، اسف ان انا بقطعك تاني. حضرتك شفت ان حضرتك اتكلمت في الفيديو بثلاث لغات. يبدو ان حضرتك متمكن ومتمرس في اللغه. استاذ محمد، طيب انا هرجع للاستاذ عبد الله وهساله سؤال. اتفضل. تشخيص الأستاذ محمد طبيا تمام، فأنا لازم ألجأ للطب أولا. أكيد طبعا. إيه تشخيصه؟ هو طبعا حضرتك إحنا بنتكلم أنت إيه يعني إزاي رجعت له، أو إزاي تمكنت من الحالة، أو قدرت تشخصها إزاي من خلال العلاج بالطب البديل والقرآن الكريم. تمام. هو لما البشمهندس محمد اتواصل معايا وقال إن هو قدر يوصلني عن طريق السوشيال ميديا، فقلت له خلاص تعالى. وبس طبعا انت اتجهت للطب؟ قال لي اه طبعا اتجهت للطب، ده اساسي، وعمل اشعاعات. قلت له خلاص تعالى وهات الاشعاعات معاك عشان نعرف نبتدي من حيث من انتهى الاخرون، عشان ما نبداش من اول خالص يعني. فجاب الاشعاعات معاه، وفعلا كان في عنده 4 فقرات، وكان الدكاتره كانوا برضو قايلين له ان هو لازم تدخل سريع. حتى البشمهندس بيقول ان هو قال له يعني ما ينفعش استنى لبكره، يعني التدخل لازم يتم النهارده يعني حالتك. فالمهم قلت له خلاص هات الاشعاعات، وفعلا شفنا الاشعاعات عرفت المشكله ايه بالظبط. وفعلا هو كان جاي، هو صديق ليه كان هو اللي سايق. طبعا هو كده كده بيسوق، بس طبعا جاي صديق ليه هو اللي سايق بيه لحد هنا، ما كانش يعني يعتبر شبه بيمشي خالص. وفضل الله خلاص بعد ما قعد معانا عرفت المشكله ايه بالظبط، وبدات اتعامل معاه. احنا بنتعامل بحاجه بسيطه جدا، حاجه يعني تكاد تكون غريبه شويه لبعض الناس، يعني يعتبر
بنرد الفقرات مكانها، بنعرف مكان الالم او المشكله بالظبط. معلش يا استاذ عبد الله، دي عباره عن يعني خشبه، يعني لها مقاسات ومواصفات معينه بتبدا الضغط بيها على اماكن اللي هي المسؤوله عن المناطق الحسيه، معينه اللي هي اللي فيها الاماكن الالم. تمام. يعني بنعرف المشكله بالظبط، ومش لازم فوق المشكله يبقى هو ده، يعني ممكن يبقى المشكله او المتسبب في المشكله او الالم ده مكان غير المكان اللي فيه المشكله. يعني ممكن ابقى ظهري تعبني بس ظهري مش حاسس بيه، لا رجلي اللي تعباني بس المشكله من عندي من ظهري. فطبعا عرفت المشكله بتاعته، وبعد كده بدات مع اول جلسه بفضل الله، من اول جلسه على طول بدا التحسن. الباشمهندس محمد طبعا حكى على الكلام ده، وبدا يعني من اول يوم على طول بدا، كان مروح يمكن يعني ما ماشي على رجله. يبقى حضرتك يا استاذ عبد الله، حضرتك يا استاذ عبد الله، لما بتيجي يجي لك حد نفس الاعراض او الحالات مشابهه للاستاذ محمد، حضرتك بتوجههم الاول للطب، او بتعرف مثلا الاشعه والفحوصات قالت ايه، ويعني ده خارج عن سياق الطب؟ طبعا كل حاله بتختلف عن حاله اللي قبلها طبعا. واول سؤال يمكن سالته باشمهندس، انت اتجهت للطب ولا لا، عشان اعرف ان هو مش الاول في الطب ولا لا. يعني مش اي واحد يشتكي من ظهره خلاص يبدا لا طبعا اتجه للطب الاول، وعمل الاشعاعات اللازمه والفحوصات اللازمه، وبرده يمكن اتجه للعلاج الطبيعي برده، وصل لنقطه ان هو خلاص لازم عمليه. خلاص بدا خلاص قبل ما اعمل عمليه اجرب، زي ما كل الناس بتقول او زي ما انت بتقول او انا بقول، ما يبقى عندي مشكله وصلت اللي هي خلاص الاند، خلاص ببدا ان انا اشوف اعمل كبديل، ادور على ايه البديل. انا كده كده خلاص دخلت في جراحه، يعني دخلت في ان قصه ان انا خلاص اتجه للجراحه، يعني خلاص ده مش بالزبط. سكتي انا بعمل كمحاوله اخيره يمكن تكون سبب، فده بفضل الله ده اللي حصل. يعني لما تواصل معانا بدات المشكله تحل، من اول جلسه بدا على طول يحصل التحسن، وبدا يحصل على طول يعني شاف النتيجه. جالي جلسه تانية، جلسه واحده بس بعدها، ويعتبر جلستين. ثالث جلسه دي قال لي انا جاي اشرب معاك قهوه، يعني ما بس مش اكتر. طيب. يعني يعتبر كان جلستين بس مش أرجع اكتر. استاذ محمد، استاذ محمد، ايه احساس حضرتك دلوقتي؟ انا شايفك بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، يعني داخل الاستوديو معانا تمام، قاعدين تمام، وقفنا تمام، ما شفتش يعني اي اعراض او اي حاجه. كلام ده ما كنتش اعرفه ما شاء الله، الله اكبر طبعا، يعني احنا بنمسك الخشب. الله ربنا يبارك. الكلام ده ما كنتش عارف اعمله في الاول خالص، من الحكم المستحيل ان انا اعرف اقعد. والحاجات القصه دي حصلت لي على فكره immediately، يعني انا كنت سايق رجعت البيت. يعني بنسميه احنا في الهندسه ابربت تشينج، اللي هو انتكاسه سريعه، مش ما خدتش مش سموث كده، لا يعني في ثانيتها لقيت نفسي في السرير. القعده اللي حضرتك شايفني قاعدها دي كنت استحاله اقعدها. المشي اللي انا ماشيه عادي الحمد لله، كنت استحال اعمله. حتى النومة ما كنتش عارف اعملها بطريقة طبيعية. طيب دلوقتي اعراض حضرتك او حضرتك يعني دلوقتي تمام، مفيش اي الم؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. عشان الواحد يبقى منطقي تماما، مفيش حاجة في الدنيا سحر ان هي اون اوف، يعني انت ما بتبقاش تعبان قوي فجأة بتبقى مستريح 100%. ولما تبقى في حالة هوبليس كيس ان انت والله متشخص ان انت حالتك صعبه جدا، استحاله هتبقى في لحظه واحده بيرفكت. الموضوع ده بياخد ستيب باي ستيب لغايه ما توصل لمرحله انك انت ترجع فيري نير فور ذا اوريجينال سيتويشن، يعني تمام. فده اللي حصل معي. الحمد لله بفضل الله. الحمد لله على سلامة حضرتك، وانا مبسوط ان انا شايفك كويس، يعني الحمد لله. طبعا مشكور استاذ عبد الله. احنا معانا اتصال، يبدو ان معانا اتصال هاتف الاستاذه ندى، نقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا يا فندم، اتفضل. اهلا بحضرتك. انا كنت عايزه اسال بس الاستاذ عبد الله. معاك الاستاذ عبد الله. انا يا فندم متجوزه بقالي 3 سنين، بس للاسف انا ما حصلليش حمل لحد النهارده. يعني طيب ليه حضرتك ما عملتيش فحوصات وكشفتي واتجهت للتخصص؟ عملت حضرتك فحوصات وتحاليل وكل حاجه، وزوجي طبعا، بس كل ما بتجه للطب يقول لي لا ده مساله وقت، لا ده كده. بس انا الحقيقه انا مش حاسه اني فقدت الامل. يعني هو انتوا قرايب؟ احنا في صله قرابه، بس يعني مش هو ده السبب، يعني هي صله قرابه من بعيد. يعني تمام. شكرا لحضرتك. وانا كنت بشوف يعني احلام مزعجه كده، فكنت عايز اسال لو في الواقع يعني، ولا
طيب. يعني بموضوع السحر او الامور دي يعني. طيب خلينا احنا بس عشان وقت الساده المتصلين هيجاوب على حضرتك حالا. شكرا ليك يا استاذه ندى. هيجاوبك حالا الاستاذ عبد الله. استاذ عبد الله، هي هنا بتقول في مشكله في العقم، في العقم. احنا كنا هنتكلم الحلقه الماضيه بس تقريبا كان ضيق الوقت عندنا وما سمحناش ان احنا نتكلم. هي طبعا اكيد استاذه ندى، طبعا يا ريت تسيبي رقم حضرتك هو الاستاذ عبد الله لو في اي تجاوب او اي حاجه هو هيتواصل معاك شخصيا. استاذ عبد الله، ايه رد حضرتك على اللي اتقال ده؟ طبعا مشكله العقم ديت مش لازم تكون يعني مشكله 100% مشكله طبيه. طبعا لازم، هي بتقول انها اتجهت للطب وعملت عمليات او عملت الفحوصات اللازمه، ولكن اول ما توصل لنقطه ان الطبيب او الدكتور يقول لها خلاص كده ما عادش يعني في حاجه في ايدينا، مساله وقت او مساله نصيب او انتظري بقى يعني ايه لحد ما ربنا يريد، خلاص بتبدا تتجه لاي حد معالج موثوق فيه بالقران. بنبدا طبعا نعرف في علامات معينه بتظهر في يعني على الشخص او احلام معينه بنقدر نشخص من خلالها ان فعلا في مشكله مرتبطه، لان طبعا الموضوع ده له ارتباط كبير جدا بمسك رزق او موت اجنه او عقم. فطبعا بيبقى في علامات معينه منها في الاحلام، لما الاخت برضو كانت بتشوف احلام مزعجه يعني. من الاحلام اللي هي المشهوره جدا ان اعرف ان عندي مشكله مس او سحر مرتبط بمشكله العقم، اللي هي ان بشوف عزكم الله كلاب سوداء بتنهش في الجزء السفلي من الشخص، ان كان ايا كان رجل او امراه. الحاجات دي بتبقى دليل على برضو من العلامات اللي هي بتدل على ان في سحر اصاب الشخص ده بالذات، ان هو مسؤول عن عقم. تمام. الام في البطن والرحم، نزيف طبعا ملوش اي علاقه طبيه. هو كمان عذر المقاطعه، يبدو معانا اتصال تاني. حبيبك كتير يا استاذ عبد الله فكل عايز يستفاد. معانا الاستاذ عمر. اهلا وسهلا يا فندم، اتفضل. اهلا وسهلا استاذ عمر، اتفضل يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا فندم. كنت نفسي اكلم الدكتور باسمك. اتفضل يا فندم، معاك الاستاذ عبد الله. والله يا استاذ عبد الله انا كنت تعبت من فتره. الو. تمام، اتفضل سامعينك يا فندم. كنت من فتره كده عملت اشعه رنين، عملت اشعاعات كتير، كشفت كتير طبيا. يا فندم. تمام سامعينك، كمل اتفضل يا فندم، حضرتك معانا على الهواء. كشفت كتير طبيا، الكلام ده من اجي سنتين، ممكن اروح للاستاذ دكتور كده، استاذ دكتور يقول لي مش عندك حاجه. تمام تمام يا فندم. بس الالم في ظهر حضرتك يعني نعم بطريقه معينه دايما. بتحس بايه يا استاذ عمر، او ايه الاعراض اللي عند حضرتك اللي بتشعر بيها يعني؟ لا الاعراض في ظهري هنا يا حضرتك. تعب او الم في ظهره. الالم بينزل على القدمين، بينزل على القدم. بينزل على لا مش جامد على القدم، بس احيانا بحس في دراعي يعني في دراعي كده. يعني انام على دراعي كده، لازم انام على جنب ده او جنب ده. في الام في الرقبه؟ يا كانت الاول بس دلوقتي خفت جدا. تمام. بس هنا في القطنيه هنا وجعان جدا وفي الم الظهرين. تمام يا استاذ عمر، تمام، هيجاوب على حضرتك حالا. شكرا لاتصالك يا فندم. وهنا الاستاذ عمر بيقول يا استاذ عبد الله بيشعر بألم فظيع في أسفل الفقرات، فإيه تشخيص حضرتك يعني؟ تمام، هو التشخيص طبعا هيبقى بعد كلام الطب طبعا. لازم طبعاً. الأول نأكد عليه إن لازم يعمل زي ما الباشمهندس محمد كان بيتكلم برضو، لازم يتجه الأول للطب يتأكد يعرف يعمل أشعة رنين، علشان حتى ما يجي لنا يبقى زي ما احنا قلنا يعني نبدأ من حيث ما انتهى الآخرون. تمام، يبدأ يتجه للطب الأول يعمل الأشعات والفحوصات اللازمة، وبعد كده يعني خلاص عرف إن في مشكلة خلاص إن شاء الله. المحطة الأخيرة. بالظبط، انا طبعاً. انا اللي بقول له كده، انا بقول له خلاص اوصل لحد خلاص انت عرفت كده ان في مشكله، وايه المشكله اللي عندك؟ التشخيص بالرنين بخلاف اليد، يعني احنا بنكشف باليد ماشي، بس ده طبعا لازم تتجه للطب تعرف بالظبط المشكله بتاعتك وصلت لحد فين بالظبط، وبعد كده ان شاء الله تواصل معانا واحنا ان شاء الله يكون سبب، يعني ربنا يجعلنا سبب ان شاء الله. ان شاء الله. معانا اتصال تاني، معانا ام ملك. الو الو، ازي حضرتك؟ الله يكرمك يا فندم، منور الدنيا كلها. الله يخليك، ازيك يا ام ملك؟ الحمد لله، ازيك يا فندم؟ الله يكرمك، اتفضلي. اعراض السحر عموما يعني لو الانسان مثلا بعد السحر بيحس بيحلم باحلام وحش مش كويسه، ده بيكون اعراض ولا ايه؟ احلام متكرره ولا مره واحده بس حلم عارض يعني؟ احلام متكرره. أحلم. طيب يا ام ملك بتشوفي ايه في لا سيبوها معانا شويه يا جماعه بعد اذنكم. دايما شخص
بيواجهني في الجيم على طول. تمام. وست ابتدت تشربني ميه ونايمه، واخر حاجه كنت امبارح شايفه نسيت معاها تعابين. تمام. المهم ان هي بتديها لي بالعافيه وانا مش راضيه اخدها منها. طيب حضرتك منين يا ام مالك؟ من الجيزه. اهلا وسهلا بك يا فندم. طيب حضرتك هنخلي الاستاذ عبد الله يتصل بحضرتك بعد الهواء، وارقامه موجوده على الهواء معانا، يا ريت ينزلها لنا، هيتواصل معاك شخصيا. شكرا لاتصالك يا ام ملك. الحاله دي على فكره اللي انا كلمتك عنها الاسبوع الماضي يا استاذ عبد الله، وقلت لك ان ما حصلش فرصه انها تدخل معانا. بالظبط، هي على فكره من نفس بلدك، من المنصوريه. تمام. فلذلك يعني هم ليهم اولويه عند حضرتك طبعا. طبعا مع احترامنا لكم خيركم للمشاهدين، فيعني خيركم خيركم لاهلي. نعم. كانت اتكلمت بتقول ان هي في حاجات في البيت غريبه، في سابت البيت وخرجت، اخت زوجها طلعت اتلقت حد بيقول لها اخرجي من الشقه، حاجات كده يعني. تمام. اكشن كده، حاجات انا بصراحه يعني عقلي مش مستوعب. لا طبعا الحاجات دي موجوده طبعا، احنا يعني بنتكلم وبناكد من الشخص، يعني مش لازم يكون الشخص ذات نفسه معاه مشكله مس او سحر، ممكن يكون مشكله مرتبطه بالمكان اللي هي فيه. يعني ممكن يكون المكان ده مثلا انطرق فتره مثلا مهجور، او ما كانش حد ساكن فيه، في زي اجراءات وقائيه لازم الشخص بياخدها قبل ما يسكن في المكان. والمكان يعني المكان فيه ناس يعني طبعا مقيمين فيه، ما فيهوش لا مشكله قبل ما يسكنوا فيه او قبل ما يروحوا فيه. يعني احنا بنفترض ان هو حوالي 10 سنين تقريبا على حسب قولهم. تمام تمام يعني. في ممكن يحصل يعني من العمار المكان، طبعا احنا عارفين ان احنا النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بكده، ان كل مكان بيبقى ليه عمار أكيد. من الجن زي ما ليه عمار من الإنس، فممكن طبعا وارد إن حد بيضغى على اللي موجودين اللي هم الساكنين في المكان، بيحصل مشاكل زي كده. في مثلا بيت ما بيقرأش فيه قرآن، ما بيبقى فيه مثلا إهمال في الصلاة والعبادات، فبيحصل طبعا. تمام. الحاجات دي بتبدأ تضغى يعني على أصحاب. تمام. المكان. هو يبدو معنا اتصال آخر. أستاذة رضوى أهلا وسهلا، اتفضلي يا فندم. أهلا بحضرتك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي يا فندم. ازيك يا استاذ احمد، عامل ايه؟ منور. الله يكرمك، منور بوجودك يا فندم. ربنا يحفظك. ممكن بس انا كنت داخله بس عشان اشكر الاستاذ عبد الله، لان فعلا انا كانت حالتي الحمد لله رب العالمين كانت صعبه جدا. طيب الحمد لله. لا استني بقى، استني حضرتك. يعني ده كده الاستاذ عبد الله كله داخل بيشكر في حضرتك، مع اني انا في البدايه. يا فندم حضرتك منين يا استاذ رضوى؟ ام المنصوره. المنصوره. اهلا وسهلا بيك يا فندم. المنصوره ولا المنصوريه؟ منصوره. المنصوره ده اهليه يعني. ايوه الحمد لله. احسن ناس يا فندم. منصور برضو لما عرف حالتي وصل لنا وراح فعلا وشاف البيت، والحمد لله رب العالمين. يعني انا مش عايزه بس اقول بالتفاصيل بالظبط. كان عندك ايه طيب يا فندم؟ كان عندي في حاجات مش مظبوطه في البيت، يعني احيانا بحس ان عارف انت اللي هو اوكر الباب كانت بتبقى بكهرباء. كان كنت دايما بحلم احلام كوابيس كانت شديده جدا، تعابين، وكمان كنت بشوف اشخاص كانوا بيقتلوني دايما في الحلم وانا نايمه، وحاجات غريبه جدا. كنت بلاقي نار حواليا في غرفه النوم اللي انا بنام فيها. تمام. كنت ممكن اصحى من النوم الاقي نار داخله لي من الشباك، حد بيتكلم قاعده جنبي تقول لي اطلعي بره او اعملي حاجه. فالمهم لما عرفت الاستاذ عبد الله مشكور والله، جزاه الله كل خير والله العظيم، يعني شكرا بس عشان اشكره. المهم كلمته فوصل لنا، راح لنا وشاف البيت، لازم طبعا اشوف البيت، شاف البيت الحمد لله رب العالمين، الحمد لله يعني كرم من ربنا والشكر لله طبعا بعد ربنا اولا. طيب حضرتك يعني طب دلوقتي في ايه؟ البيت عامل ايه دلوقتي؟ الحاله مستقره في ايه؟ يعني عرفينا برضه. الحمد لله رب العالمين، طبعا الحاله مستقره كتير كتير جدا. يعني الاستاذ عبد الله طفش الشياطين. ايوه. كمان هو قال لي على تعملها دايما اواظب عليها، يعني قال لي كمان لازم تنامي وانت على وضوء. تمام. افتح القران في البيت دايما سوره البقره. تمام. دايما قال لي شويه ارشادات كده ونصايح الحمد لله رب العالمين ماشيه عليها، فتمام الحمد لله كل شيء تمام يعني. يعني حضرتك جبتي العافيه يا فندم. عايز اسالك سؤال بقى عشان الساده المشاهدين، حضرتك انت حد قال لك اتصلي ولا انت متصله لما شفت الارقام على الشاشه؟ لا هو انا سمعت ان الحلقه اللي فاتت
كان في الاستاذ عبد الله، فانا الصراحه قعدت ادور في كل القنوات لحد ما جبت القناه النهارده. طب الحمد لله. عشان طبعا اتكلم يعني فعلا. ده انت نورتينا والله. فعلا محترم ومشكور جدا. الله يكرمك. هو يعني بيساعد والله، حتى مش ما طلبش حتى مقابل، يعني هو حتى ما طلبش والله مقابل، والله ما خد مني اي حاجه ساعتها يعني. نورتينا يا فندم، نورتينا وشكرا لاتصالك. وطبعا يا استاذ عبد الله وقت الحلقه بيجري معانا سريعا. طيب خلينا نتكلم في حاجات تانية كتيره. هنا هي بتقول ان حضرتك كانت عندها مشاكل واتصلت، هي مشكوره طبعا، هي قعدت تدور على القناه لحد ما جابتك. فطبعا احنا جبنا لكم برضو الاستاذ عبد الله زي ما عودناكم كل مره، وهيكون ان شاء الله معانا في عده حلقات متواصله. استاذ عبد الله نورتني في برنامج الاختيار. شكرا. استاذ محمد نورتنا، والف سلامه على حضرتك والحمد لله على السلامه. الله يسلمك. استاذ عبد الله اوعدنا ان شاء الله ان في عده حلقات اخرى كما نقول كل مره. ان شاء الله يبقى في سلسله موجوده ان شاء الله مع برنامج الاختيار. انتظرونا ان شاء الله بكل جديد، تحصين النفس والمنازل، وان شاء الله انتظرونا في حلقات جديده ومواضيع جديده ان شاء الله. نورتونا يا فندم. نورك يا فندم. خلونا قبل ما نخرج للفقره الثانيه، طريق الموت طريق بيحصل عليه عدة حوادث كثيرة. طريق الموت يؤدي إلى فقدان أعز ما نملك من الشباب والصبايا والرجال والأطفال. طريق الموت هنعرفه بعد ما نخرج فاصل ونرجع لكم من تاني، انتظرونا.